في بطولة الدوري. يومها طبعا انتصر الريان بثلاثية نظيفة. سجل عبد الكريم العلي على التدخل وقطع الكرة في توقيت مثالي جدا لتعود مرة أخرى. ليس بالفريق السهل على الإطلاق الشمال، ليس بالفريق السهل، فريق عنيد، فريق عنيد جدا، وفريق لن يرضى أن يخسر اليوم الثلاث النقاط. الكرة عند جيرمي، أمجد عطوان، كرة عند ناصر النصر، عادت لخليفة سعد العرباوي السابق اللي يعيدها لماتياس ناني المدافع الأرجنتيني. بدأ الآن نادي الشمال يدخل في أجواء هذه المباراة بعد مرور 12 دقيقة شهدت السيطرة. وخم سبعة محسن يزيدي، عادت لجيرمي، كرة لمحسن يزيدي قائد نادي الشمال من خلال هذه المباراة، نقلة طويلة أقصى الجهة. نصل مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام إلى أول 14 دقيقة في هذا التي تعودنا بأن نشاهدها من خلال الجولات الماضية، لكنهم لا يحضرون. لخالد مفتاح، مروان شريف، هدف تقدم ليضع الرغيب بالثاني، لكن مروان شريف كان له بوليس. بينما هنا واضح أمامنا سيد هشام جدران، هذا غياب إلى رمية تمس رامبلر. النجم الكولومبي خميس رودريغيز إلى رمية تمس، رمية تمس، كرة عند أحمد ياسر في وسط الملعب. انشوجا خليلزادة الحضور في هذه المباراة، وأتحدث طبعا هنا عن يعني رابطة جماهير نادي الريان التي تعودنا بأن الأول سيكون لي أيضا أحد نجوم المنتخب الأردني. الحديث عن علي علوان اللي شاهدنا وكان متواجدا مع منتخب النشامة في بطولة كأس العرب، وهنا في هذا الملعب سيظهر يزن النعيمات مع النادي الأهلي. الكرة طويلة بعيدة على سكوبار، والكرة تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرتدة، اللمسة. لكن أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم، هذا هشام جدران الذي يفكر أكيد في لإعطاء فعالية أكثر في الناحية. سيد هشام جدران عند تجارب طبعا كثيرة كمدرب، حتى أنه تواجد في بداياته مع نادي الميريا الإسباني في موسم 2003-2004، وعند ثلاث تجارب هنالك في الدور العماني مع الطليعة والنهضة وفنجة، قبل أن يتواجد أيضا في بطولة الدوري البحريني مع نادي الرفاع الشرقي. كرة الخلف ماتياس ناني، كرة تصل في الجهة اليمين بعيدة على خليفة سعد، والكرة إلى رمية تماس تحولت، رمية تماس، كرة تعود لناصر نصر، يتراجع الآن لاعبي نادي الريان ويسيطر الشمال، وهذا طبعا يعني سيناريو طبيعي متوقع في ظل التأخر في النتيجة. لمسة في الجهة اليسرى، عادت لماتياس ناني يعيدها لحارس المرمى، كرة عند جيرمي، ماتياس ناني مرة أخرى، لمسة لأمجد عطوان اللاعب الأكثر تحركا في شوط المباراة الثاني. أمجد عطوان يمر الكرة لمحمد السيد أقصى الجهة اليسرى، عطوان هل يسجل؟ الله على التمريرة وعلى الكرة، الله، نجحوا في هذه اللحظات على التأكيد على أن المباراة لم يحسم أمرها، وبأن الريان لم ينتصر بعد. الشمال بعد عدة فرص، بعد عدة محاولات، يقلص الفارق في هذه الأثناء، هذه الإعادة وهذه التمريرة وهذه النهاية الجميلة للغاية، الجميلة من معاذ السالمي في أول ظهور له وفي أول كرة يسجل من خلالها، يشعل اللقاء من جديد ويقلص الفارق في هذا التوقيت.